في حاجات محددة في الأول، ادانا صورة عامة للوضع وسألناه كل الأسئلة، لم يرفض أي سؤال. لا، هل قبل ما يرفض أي سؤال هل الأسئلة كانت اتبعتت الأول وبعدين وافقوا عليها، ولا الأسئلة مباشرة من كل سيادة الرئيس؟ الحقيقة ما بيحصلش مع الرئيس سيسي، ودي رابع مرة بعمل فيها حوار مع الرئيس سيسي. يمكن أنا بتشرف إن أنا أول واحد قابل الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وحضرتك تذكر كان الحوار في مصر اليوم حينما صحيح. كان وزيرا للدفاع بعد 30 يونيو. نعم. وكان في ذكرى أكتوبر، وما مفيش خالص. هو الراجل يعني عنده معلوماته حاضرة، آراءه واضحة وقاطعة، مواقفه معروفة. احنا مش بنقدمه للشعب، الشعب المصري يعرفه أكتر مننا وحاسس بيه أكتر مننا كمان. عايز أقول إنه هو مستعد للإجابة على أي شيء في أي وقت، لأنه ما عندوش حاجة يخبيها على أهل وناس. وهو دايما زي ما بيقول، أنا مش، ما تتعاملوش معايا على إن أنا رئيس وحاكم وقاعد على كرسي سلطة، أنا مواطن، أنتوا اخترتوني لمهمة مؤقتة لإنقاذ البلد ثم حماية الشعب وحماية الشعب، ثم نتعاون معا لبناء بلدنا ونبني الدولة الحديثة الثالثة اللي احنا عايزينها.